أزوج السلام عليكم إثمات سويثما كنيح في الله تعالى الأحرار حرائر زول مر كني وتواريخ ذني التعليق نوام قدير نوضاء يتبين هذا كل شيء كنيح في الله تعالى الأحرار ناغ الجماهير الشعبية يتجن عاد صامدة قنغذية 4 سنين عاد تسمى يتجا أورخ الحراك الناغ يتجا مفرض إطلاق صراحة إثمثنا الأبرياء يتجان ذي السجون الذل والعار نهارا كان عزي محمد عني التعريف في حفظ الله تعالى يجل وجه الأغلبية إثمثنا السنة مرة يحظى ذي عدة لقاءات يحظى ذي عدة أشكال نضاليات ما ذميس الميدان يوسد نهارا يجن تسمى يجن اللقاء عفوي واسن تجيبوا الحساب وتسمى وتجبتوا غام برماج نيخشان حاجات ذاني تار بعض المواضيع نات ما نمشاورك يا وياك عزي محمدك بعض النقاط ني غاسما نجي المباشره تشد شويه الراي النجدي في مسرايين ذي من يعذان ذي من يتوقع الرخو حاليا ذي الواقعة ثني القنصلية التصريحة ثني القنصل العام ديمبوس ذي جل الاتصال يوقع زين شخصيا من طرف جل الإمام السنتين زي اوتريخت يعزو المسامة وما ذويناث عزي محمد يتبع كل شيء أمش تبع مارة إني كسين أمنوس نعريف تتبع المباشرات وتتبع المستجدات من توقي عندي الميدان نغا تما تمسرين يتعلق صلح حراك يعني مش لو مني غير ثمات سوي ثما يجن الشرف نهار كين غيري عزي محمد يجن بنادم تما مبدئي يجن بنادم تما ولا يسبو لغات الخشب نغ المراوغات نغ تما انت من غاس إقاري في السلوساثيد ذي الواقع وخوادي تقشى الطس المباشرات ولك تاني ذي أواني الشاشة أنيني يخدم في مسرين تما يشكر عليه تما أعرف فخور أم يوذان أم عزي محمد أوضو الطاس نيري فيني جند الأحرار أم عزي محمد وتكتانش المباشرات قليل أم مخمت فندي المباشرات تشن تسمى أدوشنشن شن رد نخشن نصيحة نخشن تمسرين عزيز محمد أراك الزايش إجن هذا مقران مجلس النغيات مثنا تسويت مثنا في الحقيقة المباشرة وذي سنقيت سما وذي سنو وذي سنسوجد شاني غذوينات ولك تاني عزيز محمد شكتو سيدا ذا نتاج المهمة تخصى زير بعض نايث مثلا خاص تسيور ذمات المهمة من ميتو سيدا نتين غارغة اتريخت أراك الزايش مرحبا بيزك الزايش عزيز محمد ذا اتريخت هذا الجغ الكلمة إشك عزيز محمد هذا مزال ونتشكى عشان هما الكريم قاعك يجي الشكر لهم قال خذ زمان حين تقاد المساهمين حين تسمى قاعك قال الحراك راس شكي تسمى هيدا وجيشي نشت تسمى خاينين كلمة حقها ولكن قاعك الشعب هريفي انا نشي ضفان وعاضي تضفاش يتسمى غير انتاس الحق هذيني كلمة ينس وهذا مزيار وهذا نغيج السلام عليكم مخقع دائما يجوازوا الظام قران جميع عرفين الناغ تريفين الناغ مي مجن قيشين رقند قدني ثانيتين نقرسون نقرأهم راقد زاهم جن تحية الظام قران ونتمنى يا خوما تريم قي جن الحالة قي ظروف يتسمطي سبحانين رغم غنى نسنشني عرفين الناغ مي مجن قاه نعيش تسمى نتعيش النوع تسمى الهم نكسيد قومي دي ضال الحراك 28 اكتوبر 2016 يتسمى قاه الهم وانيتين قاه يعسقان يتسمى بشكل يومي وكذلك يجن التحية الشكر والتقدير يثمثنا قاريف نجاني تسمى قاعك تعيش نديني قاعك ظروف صعبة وظروف قاسية جدا بالنسبة قاعك القبضة الأمنية الحديدية قاعك يتمارس خنغ النظام وانيتين الدكتاتوري المجرم لا لي شيء وهو فقط أن قاعك إثمتنا قاري فهو المنطقة نغي تسمى قاعك الزنا ذي عيشن يتسمى قاعك قي الكرامة قي السلم قي السلام قي الاطمئنان إلى آخره وكذلك من طبيعة الحال وتتوغشي
يجن تحية الإجلال واحترام وتقدير العائلات المعتقلين السياسيين بدون استثناء، سواء المعتقلين السياسيين نضيفغن أو العائلات المعتقلين نجن داونسن عاذا قاثن يتسمى وراء القضبان جي السجوء جي الزنازين المظلمة أمختسميغن شقهور الموت لا لشيء، فقط لأنهم يتسمى قاحنان كلمة حق الزنا دينينا ودي غانغر حق جي غانغر حق جي صغاف النغران شنين يتسمى فيما يخص الحقوق المدنية نجان يتسمى قاح أي شعب غاسر حق جي الحقوق ثينا المدنية. وكذلك يتسمى قاح خويا كريم لازم قاح عبر التقديمة وانيتين أموخن اللي جيني قيل كلمة ينخ يعني قاك صدفة جمعنا نهار ذنيتين قاك توجد ذنيتين جي أوتريخت أك خويا كريم يجل الإنسان يتسمى غيور يجل الإنسان يتسمى قاك سننث يتسمى قاك اللي تبع عن الحراك ذنيتين قاك جي دياسبورا فقنا ذنيتين يتسمى قاك جي المهمة خاصة والمهمة يثنيتين خاصة قاك اعتقد دي تسمى قاك توجه تسقي ربحة اجماضين لابد دي تسمى المعني بالامر قاك هذه التقط الاشارة وهو اننا قاكرا نشال الوعد ونهرى قنغذا من اجل الوفاء بالوعد لان قاك نشين دي وذان صادقين اخش ميغانيني يجوار ولابد دي تسمى قاك تنصوفا وتنكمر لان التتاقس والتدرج لا اشح الله تعالى عزي محمد. المهم انا في ذي المواضيع غنغديش نترث المواضيع غادي ان شاء الله ذي قضاضن ميمي عزي محمد شكا ناشط حراكي ذاني تامز كزي البداية الحراك شكت كفاحذ وقشعت كفاحذ نازو انسن الرأي نشذير بعض النقاط عزي محمد ميمي رشك من حقك كعارفي كناشط ذا حراكي ذا ذي اوروبا انسن الاراء نشذير بعض النقاط نغاكيش نستشع ذير بعض المواضيع. عزيزي محمد نقطة ثم الزواروت واش ممكن اذا نتقيمه شوي الحراك زي المحتة ثم قاروت ام باريس ارد جوخة عزيزي محمد قاك سؤالين ذومة كريم قاك يستحق قل حقيقة يتسمى الشكر التقييم يتسمى قاك صراحة يتسمى قاك وخز حاول تسمى قيمة الحراك لين أزمع الوفير ولكن يمكن ذيني وجهة نظر إنه نشقاك مكتوريغ يتسمى قاك الحراك ذاني تين قد ياسبورا تطورة ثيق يعرف منذ يتسمى قاك المحطة المفصلية محطة باريس أرد أنحيتا فا إيران الناغي جوا ورد عذا نعوا بين السيوري تسمى قاك محطة باريس زقي السني أردا حيتا نوفاغي تسمى قاك على المستوى قاك دياسبورا ذاك أوروبا تحديدا أن قاك الحراك يعرف إج نوع الجمود مراقصة التينيد أو إج مرحلة المد والجزر والسبب المباشر والموضوعي ذانيتين وهو قاك المرض ونيتين جائحة كورونا ثانيتين يتسمى هوان ديد ثانيتين قاك قوانين قصحن شوية الطاس لأن الإنسان زما ذيه يتسمى قاك وقفات أو مسيرات أو احتجاجات إلى آخره ف يعني وهان إحراكيا نجان يتسمى لحد الآن قاك متمسكين س القضية الحراك الشعبي نديد عن قاريف يتسمى قاك دورن شوية كامين ربما غنيني انها فقط مجرد استراحه محارب لان لازم كمواطنين نتعيش في البلدان ثانيتين قاعد نحترم القوانين يتسمى البلدان ثانيتين من حيث نتعيش وبالضروري قاعد نحترم وسويني تسمى قاعد هني شيء الوقفات الاحتجاجات الاشكال الاخرى ولكن على حسب يتسمى قاك الوجهة النظرين ويش قاك يتسمى البسيطة على حسب يتسمى مكتب بعض يعني الحراك بعد المحطة باريس عن أرد الحراك قاك في ظني بحكم أن الحراك يتسمى تعيش تغيير مستمر يتسمى سرعة مع الطاس دائما ذني تسمى مستجدات وذين أحداث ووقائع إلى آخره الإنسان مرة قاك ثندي واكب شيء يتسمى قدا تسمى ذا سلو البوصلة وذا سمحاوضن قاك إيكابليثن
فالحراك يتسمى مادام انه بحكم التناقضات يتسمى قاه يتعيش هذه خير غسي جنو عند الدينامية هذه جنو يتسمى الصيرورة قاه بشكل سريع ومستمر. فنفاق ان قاه ان الحراك بعد المسيرة باريس عردن حتى غادي يفرز يتسمى النشطاء الحقيقيين يتسمى قاه نقيم المتشبثين بالحراك بشكله الأصلي والنقي، أي الالتزام القضية أو الأرضية الحراك الشعبي الملفينس الحقوقي بإطلاق سراح المختطفين الأبرياء. ثانيتين يتسمى قاه الأرضية ثانيتين أقطانشين كمبدأ أساسي قاه نلتزم ذاكس ونخسيت خلع أتقنا ونتساهم ذاكس قدر المستطاع. فالحراك من طبيعة الحال يتسمى ديفر الزانيتين يجمع مجموعة عن التغيرات وتسمى الضغط مجموعة عن المسائل وذان يتسمى موقعا، يعني من قطب إلى قطب من موقع إلى موقع على أساس وذان باش دفن إج القاعدة إج الأرضية من حيث غساسن إخفنسن. وأعتقد أنه يتسمى يمكن آخر وقفة نجيت وقلاقي 28 أكتوبر 2020 آخر وقفة كانت تسمى قاعك إحياء الذكرى الرابعة استشهاد أمثنا محسن فكري رحمة الله عليه. فذني قاعك تسمى إجل عينة أنه نفى بأن عذروخ إثمثنا إريفيين سيثمثنا إريفيين لحد الآن تسمى قاعك عاصن الحرقة خذ مواثنسن عاصن الحرقة تسمى قاعك خمينيغا النظام الدكتاتوري المجرم يتسمى قاعك في حق المنطقة نعرف وفي حق يتسمى قاعك ضاوة نعرف لا لشيء فقط أنهم يتسمى قاعك طلبن سل حقوق المدنية قيد مواثنسن تسمى باش ذي عيشن قيد الكرمة ذي الحرية ذي العدل الاجتماعية وسيرينسن ذي زغراء. فذاني تنقاك الحراك قيد ياسبورا تسمى ذي عرفرن التغيرات هنا التطورات هنا وهذا نضيف رزي تسمى قاعك يجن الكتلة يوذان نجاني تسمى عاذا قثن صادقين عاذا قثن تسمى متشبثين ثابتين وقاعك ملتزمين بمؤاخسادك هنا متمسكين في جمرة الحراك الحارقة فقط تسمى ذعريثا الجائحة يثانية كورونا ولكن شقي على يقين بمجرد ما قاعك القوانين الذين غادي تم تسمى الرفع عن سن قاعك اكيد قاعك ريفيين تريفيين دهوان تسمى قاعك غالميادين هاد عبان اللي تسمى قاعك الحرقه عن سن وستن كان اللي تسمى قاعك الجرائم يغني تقي تسمى قاعك النظام وانيتيني تسمى الدكتاتوري المجرم يعني قاعك لان الاثنين تسمى قاعك غاصن السلطه غاصن القوه غاصن تسمى قاعك آليات القمع نشنين فقط غان قضية عادلة ومشروعة نتعب باخص صلح ناجر انه يتسمى قاعك البريئة ونطلب الحقوق انه باش نعيش قيد مواطن فقاعك من يا أخويا كريم يتسمى قاعك بشكل مقتضب ان الحراك يتسمى قاعك الجيشية مخقان بعض الفاشلين انه صافي يتسمى قاعك يتراجع قيد الميادين قطعا لا ان الحراك لا زال يتسمى حي في عقول وقلوب ووجدان يتسمى غريفيين تريفيين وين نقعنا وديق الحراك يتسمى قاعك صافي قاعك توكسيز الميادين. ثانيتين يتسمى قاعك وديج التحليل يتسمى وحادي الجانب يمكن تحكمك يتسمى قاعك أسباب أخرى بقدر ما كذلك على حسب من التبع أن ذين بعض الأصوات يتسمى قاعك نتقللن زقيت الدور البارز يتسمى قاعك الوقفات الاحتجاجات الاشكال النضاليه ديال الميادين قانك لا يتسمى من اني واسب وتشين التاثير ونيتين يتسمى ثاني تنقاك دي الاجحاف ديال الحقيقه يتسمى كي كي في حق يتسمى الواقع وقانك يتسمى خصنا نلتجا يتسمى غنراح على الكتب يعني الندوات ونيتين يجي الجانب من من الجوانب النضال ولكن كبشكل عام يتسمى اي واحد هذا استطاع من يزمع قاعك هذا ساهم القدر المستطاع ينس هذا ساهم نشنين تسمى قاعك نتقدع أي عمل وأي شكل وأي مساهمة تصبى يتسمى قاعك الدفاع
عن 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 عن, عن خارف النور ذا الوجود النور الثقافة النور التاريخ النور الحقوق النور قاع كنت قليص مئة مزقي أي جود كيفما كان نواو فقط نشني نستنكا يتسمى قاعك أي مبادرة أو أي محاولة يتسمى قاعك جوجل اتجاه فتح جبهة الصراع جان دومات جاي ريفيين جان القلب يتسمى الجسم الريفي أو الكيان الريفي شي من يقاعك وزمان راح قل اتجاه وانتين دائما جوجل خط يتسمى الوحدة خط جمع الشامل يتسمى قاعك نسمون يتسمى القبضة النغق ويويا وأنسمون كذلك يتسمى قاعك الحناجر النغ التغويث النغ الاستيكار النغ ضد يتسمى قاعك العدو يزن هذا نمحاغ يتسمى قاعك زي المنطقة النغ وهو العدو المخزني نجان يتسمى قاعك بالفعل غاص مخططات استراتيجية يتسمى خطيرة جدا ممكن تخزانها رقاعك يزو يتسمى ذفرغ المنطقة النغ نعرف يتسمى زقي وذاني نص الأصليين الحقيقيين نجاني تسمى عاصن الشرعية قيد مواطنسن واثني بالدري تسمى قاعك شيج اللسان النمني عن طريق تسمى قاعك بناء المستوطنات ودياوي وذنني اثني الززاغ ديني على أسر أن قالوا تسمى دنصبح نشين أقلية قيد مواطن ولكن هيهات هيهات واني تنقانا سعريف عارف تسمى عاصيج الممنعة غاصيج الحصانة الطمقران وهذه ذافع خيخ فين استيخ فينس لأن ممكن نرجع جوار ذا يتسمى قاعك لحسن الحظ أريفة ونيتين غاص يتسمى الذاكرين التاريخية الذاكرين يتسمى الجماعية التيثة يحصنا تتسمى قاعك يقيم ديج الحس المانيع ذي الدكول يتسمى محاولات القبر أو يتسمى التلاعب أو يتسمى قاعك المسح الهوية إريفيين باش حفظ الله تعالى عزي محمد ثتغوث مقطة ثم زواروت عزي محمد أنا نقصغ النقطة والسنين تشكا غيث مثلا راكني حفظ الله تعالى تسمى ذي المساهمة ذي المباشر ذي البارتاج ذي وينا ثكني حفظ الله تعالى زومي جمانا يا يثمة سويثمة نشيني ما إلا السبب كوريج شوازي ثغما ثمس كني حفظ الله تعالى نقطة والسنين عزي محمد مش تزريد ذي 22 مارس ذي عام وانيتين نقائج الاحتجاج مش تسميخ عزيزي محمد الاحتجاج ولكن أبواق المخزن تحساب انت باللي نعدى 22 مارس تغاذي نقائج شكل احتجاجي ما يمي ذي 22 مارس 2016 ثوق عجن العملية إرهابية ذي زافنتم ذي المطار زافنتم ونشين منيني نروح نستنكاريث ذي الواقعية غا القنسولية ندنبوس نزرى وميقان أبو طاهر يفغد سجن تصريحة عزي محمد باللي قنشين قطع طرق قض البلطاجية انفصاليين تسمى يجل المستوى منبطح زقج القنسول العام وباللي قنشين قنت داخل مواطنين خمين تسنتك الوقفات شكا عزي محمد عرين مر الأغلبية الأشكال النضالية نفذ الوقفة تغان تكذانيتين غا القنسولية عزي محمد مش زريد شكس شهد النش وذيني عاود الفيديوات موثقين عزي محمد باللي المواطنين إتي تسن قطان حاجنسن نثني تغادي تسن تسقسان أنا غا عزي محمد تغان تكذيني تصوى المختطفين من الأبرياء تسن تسوارنا كينا وعاد قانانا الله ينصر كلمة الحق عزي محمد المهم خصغتوش الرأي نشا عزي محمد شك الزريد تصريح اني القنصل واني ومقان أبو طاهر سازي ديمبوس خصغتا نخدوش الرأي نشا عزي محمد ذي تصريح اني زي ديفا وتما مارث قيتي تسلوغ سداريجة هذا نغوذ من ايث ماثنا تسمى فيستلنت او برايز عزي محمد واخا ديج الاشاره وهيت مثلا قاك سويت مثلا ددي تبعا قد توري تسمى قاك اللايف هوني تن مباشر انت كيتي زيد الطموبيل وذفر قال الحقيقه قسي الشات وذفر لان غير انا الزوت اذن كام يا قاس كيشين باركين ولكن صمد الطاس ثقاك ديج الاشاره غيت مثلا سويت مثلا ددي تبعا وها أدعق بغى السؤالين ذومة كريم بالنسبة للتصريح ونديها قنصو أعتقد ديمبوس ونميقان بوطهر أحرضان
فلازم يعني تسقسي ذي خويجة نظري نونش اخت صريح نوني. فنش قاك باعتباري كإنسان يعني أمازيغي أنتمي إلى شمال إفريقيا وريفي، أتكلم لغتي الأصل هي الريفية، ولكن ما دام أنه رد عن التصريح الذي قام به قنصو الديمبوس، فسوف أتكلم أو أرد عنه بلسانه أي باللغة العربية، رغم أنها ليست لغة الأصل أو لغة الأم، ولكن ظروفي الخاصة سمحتني أن أتعلم هذه اللغة، لأننا لسنا لدينا أي شكل مع أي لغة كيفما كانت، لأن اللغة في نهاية المطاف هي أداة تواصل مع الشعوب ومع الأمم من أجل الاطلاع عن تاريخهم وثقافتهم وحضاراتهم. إذن نحن ليس لدينا أي مشكل مع لغة، بقدر ما عندنا أحبة وأعزاء وأصدقاء وإخوة في المغرب أيضا، هم أحرار يعني يجمعهم معنا نفس الهم ونفس المصير. إذن ردي على التصريح الذي قام به القنصل المتمثل في قنصل الديمبوس، أقول لهذا السيد ما يلي: حينما رأيت تصريحك أول ما لفت انتباهي هو أنك كنت ترتعد، على وجهك ارتسمت علامات الخوف وعلامات أنك لم تكن متيقنا من نفسك، فكنت بحق يعني متخبطا في كلامك. ولكن ما أسجل عليك كملاحظة أنك لم تكن بشكل قاطع إنسانا متحضرا، إنسانا أخلاقيا، إنسانا يلتزم بإنسانيته على الأقل، بحكمك كقنصل يعني تشتغل في السلك الدبلوماسي في القنصلية بالديمبوس، فكان حريا عليك أن يكون أسلوبك أسلوبا يعني أخلاقيا إنسانيا ومنطقيا. فقد تبوأت بمصطلحات ثلاث ووصفت بعض النشطاء بالانفصاليين وبالشرذمة وبقطاع الطرق، وأنا فقط سأرد هذه المصطلحات القدحية لأنها لا توافق الإنسان الذي يسمي نفسه بأنه قنصلا في قنصلية تمثل مصالح المغاربة هنا في هولندا. فيكان حريا عليك أن يكون أسلوبك يعني أخلاقيا منطقيا ورزينا، ولكن للأسف لقد انزلقت إلى متاهات ستسجل عليك وتبقى في التاريخ. فحينما قلت أننا حينما وصفت أولئك الناس بقطاع الطرق، بالله عليك هذا المصطلح من هو في الأصل سنطلق عليه بقطاع الطرق؟ سأحيلك إلى وقفة وقعت في قنصلية أوتريخت، فكانوا هناك شباب وشابات ريفيين كانوا نظموا هناك وقفة بطريقة قانونية وبترخيص من عمدة مدينة أوتريخت، ووقفوا في الشارع أي في الفضاء العام من أجل الدفاع عن نفسهم وعن إخوانهم المعتقلين السياسيين الذين ظلمهم ذلك النظام الدكتاتوري بغير وجه حق، فقط لأنهم عبروا عن حقوقهم بطريقة سلمية حضارية
دامت في الميادين في منطقة الريف مدة 7 أشهر، والعالم بأسره شهد على سلمية الاحتجاجات والمظاهرات وعن أناقتها وأصالتها وسلميتها. فالوقفة التي كانت في أوتريخت خرجت من تلك القنصلية في أوتريخت بشر على شكل وحوش آدميون، فانقضوا هناك على البشر ورموا بامرأة ريفية عندنا خط أحمر أن الريفي المرأة الريفية لها مكانة رفيعة في ثقافتنا وفي تاريخنا وفي منطقتنا، فرموت بها في الأرض واستخدمتم العنف. بالله عليك، من لم يلتزم هنا بالقانون الهولندي؟ فأنا أعرف جيدا بأن عملكم الإجرامي قد قمتم باختراق قانون الذي ينظم العلاقات الدبلوماسية في العالم، وهو اتفاقية فيينا 1963. أنتم قد قمتم باختراق هذه الاتفاقية، خرجتم من القنصلية إلى الداخل، ذلك هو مكانكم، أنتم محصنون فيه. ولكن الشكل النضالي كان في الفضاء العام أي في الشارع وبرخصة من عمدة أوتريخت، والفضاء العام هو عمدة أوتريخت هو الذي هو المسؤول عنه، ونحن نعرف أن هناك يعني شكاية ضدكم. إذن من مارس هنا العمل الإجرامي ضد نشطاء مارسوا حقهم المدني الذي يضمنه لهم الدستور الهولندي أي الدستور البلد الذي يعيشون فيه؟ إذن من هو الصعلوك هنا؟ ألستم أنتم هم الصعاليك؟ ألستم أنتم هم الذين تمارسون الإجرام في حق الإنسانية وفي حق أناس أبرياء؟ فقط ما يقومون به هو التعبير عن حقوقهم وممارسة حقهم المدني في الاحتجاج. ثانيا، قلت بأن ذلك الشباب أنهم انفصاليين. نحن نعرف يعني هذا المصطلح، يعني نحن لم نتفاجأ أنكم تسمونون بانفصاليين، فلقد سبقوكم غيركم أنهم سموا الريفيين بالانفصاليين. فسوف أحيلك إلى بعض الحقائق التاريخية لعلك تتعلم من أسيادك الريفيين. فأحيلك إلى محطة تاريخية بارزة في تاريخ منطقة الريف، وتحديداً 1909-1912، حينما كان الريفيون جندوا نفسهم من أجل الدفاع عن أرضهم وعن عرضهم وصوناً لكرامة الإنسان الريفي ضد المستعمر الإسباني. خرج الريفيون للدفاع عن نفسهم وعن وجودهم وعن تاريخهم وعن منطقتهم. وهنا تكلم على المجاهد الكبير محمد الشريف أمزيان، قاتل الاستعمار لمدة 3 سنوات من 1909 إلى 1912. ماذا فعلتم أنتم دولتكم التي تتبجحون بها؟ 1912 أنتم الذين وفرتم الغطاء للاستعمار أن يدخل تحت غطاء ما يسمى باتفاقية الحماية، حينما كنا نحن أجدادنا وآباؤنا عيونهم 24 ساعة على 24 ساعة شاخصة على العدو وأيديهم على الزناد، كنتم أنتم فتحتم أبوابكم على مصراعيه للمستعمر لكي يغتصب الأرض والثروة والوطن ويبطش بأبناء شعبنا. إذن
هنا أنتم حينما كنا نحن نقاتل وندافع عن أنفسنا وعن تاريخنا وعن أمجادنا وعن وجودنا، أنتم وفرتم الغطاء للمستعمر. من هو الانفصالي في هذه في هذا النطاق؟ متى كان هناك اتصال لكي يكون هناك انفصال؟ نحن في أرضنا منذ قرون من الزمن، ونحن في أرضنا نعيش هناك مستقلين، نحن الشرعيون الأصليون وأنتم المزيفون. وأحيلك إلى محطة تاريخية أخرى، وهي من محطة 1921 إلى 1926، حينما ظهر البطل المغوار صاحب الفكر التحرري البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي أمشق البندقية وحارب الاستعمار دفاعا عن الأرض وعن العرض وصونا للكرامة الإنسانية لمنطقة الريف. ماذا فعلتم أنتم حينما لم يستطع الاستعمار أن يكسر شوكة المقاومة في منطقة الريف؟ تحالفت إسبانيا وفرنسا، ولكن أنتم أيضا انخرطتم في هذه المعركة وشاركتم بطائراتكم مع المستعمر من أجل إبادتنا بالغازات السامة. التاريخ شاهد عليكم، التاريخ شاهد على مجازركم، التاريخ شاهد على جرائمكم. إذن كيف تنعتوننا نحن بالانفصال؟ من هو المنفصل في هذه المحطة التاريخية؟ ألستم أنتم الذين انفصلتم عن الشعب؟ ألستم أنتم الذين انفصلتم عن التاريخ؟ لا تستطيعون أن تزوروا التاريخ. التاريخ موشوم في ذاكرتنا، التاريخ موشوم في كتبنا، التاريخ يرويه جيل بعد جيل بكل ما فعلته فينا. رغم ذلك نحن لم نصفكم أبدا بالشرذمة أو بالانفصاليين أو بقطاع الطرق، لأننا أناس مسالمين حضاريين، عندنا أخلاق ونقدر الإنسان ونتعايش مع الإنسان، وهمنا هو الإنسانية في أي بقعة من الأرض. إذن بالله عليك، ألم تستحي من استعمال هذه الكلمات وهذه المصطلحات القذرة والقدحية وأنتم تقولون هؤلاء أبناؤنا؟ تبا لكم، نحن لسنا منكم ولم نكن منكم أبدا. نحن كما قلت لم يكن في الماضي هناك اتصال بيننا وبينكم. نحن كنا دائما السكان الأصليون لمنطقة الريف ولشمال إفريقيا المعروفة بطنزة منذ فجر التاريخ، والتاريخ شاهد على ذلك. إذن أنتم هم المزورون وأنتم هم المزيفون. أما النقطة الأخرى أحيلك إليها، وهي أن محطة 1958-1959 المجازر التي ارتكبت في حق هذه المنطقة مرة أخرى، وأنتم شاركتم فيها أيضا في قتل يعني آباؤنا وأجدادنا وبناتنا بغير وجه حق، وأنتم ساهمتم في تشريدنا. ووجودنا اليوم هنا في أوروبا هو بسبب سياساتكم وبسبب قمعكم وبسبب إجرامكم وبسبب حصاركم لمنطقتنا. أما قبل ذلك فنحن كنا في أرضنا معززين مكرمين. إذن لا تتماطل على التاريخ ولا تكابر على التاريخ، لأن التاريخ سوف لا يرحمكم. والدور والمسؤولية التي قامت بها منطقة التي قام بها الريف دفاعا عن الوطن والذوذ عن الأرض وعن العرض وصونا للكرامة الإنسانية، هذه كانت رسالة لكل المغاربة، ولكن أنتم انخرطتم مع الاستعمار وشاركتم بكل مع الاستعمار وارتكبتم فينا ما لم يرتق. فهذه في الحقيقة هي عقدة بالنسبة لكم.
عقدة لحد الآن لم تستطيعوا أن تتخلصوا منها، لأن التاريخ سوف يلاحقكم بها، وستظل هذه الحقبة من يعني نقطة سوداء في تاريخكم. يعني لا أعطيك كثيرا من الوقت، أنت فقط تنفذ أوامر سيدك، أما أوامر سيدك الذي تظل تركع له وتسبح له وتقدسه، وهو هو بشر مثلنا ومثله، لأننا نحاسبه فقط لأنه مسؤول، هو المسؤول على ذلك البلد. فانظر ماذا يعني ماذا اقترف في حق ذلك الشعب، حاصر الشعب، اعتقل الشعب، الأبرياء، نهب ثرواتهم وحاصرهم وزج بالناس والمناضلين والأحرار في السجون ومارس التعذيب والاغتصاب. إذن بالله عليك كيف سنقبل يعني هذه المسائل؟ لا نستطيع أي أصيل وأي حر أن يقبل بهذه المسائل، ولا يشرفنا أبدا يعني أن ننتمي إلى هذا الوطن، يعني وطنكم أنتم، هذه المزرعة التي يتحكم فيها سيدكم. أما الأرض فهي وطننا جميعا، وطن المحرومين، وطن المقهورين، وطن الفقراء. أما أنتم فنحن نعم سننفصل عنكم، سننفصل عن الفساد، سننفصل عن المفسدين، ولن تجمعنا مع، فنحن ومعكم كما قال زعيم انتفاضة الكرامة 1958-1959 محمد الحدس اللامامزيان، نحن وإياكم على طرف النقيض. إذن أنتم هم الصعاليك، أنتم هم قطاع الطرق، أنتم هم الانفصاليون. أما نحن فنحن نتواجد فوق أرضنا منذ زمان، وكنا دائما عشنا هناك وسوف نعيش مستقلين أحرار، ورؤوسنا رافعة إلى السماء. ماشي، حفظ الله تعالى عزيز محمد. كان ظن أن الميساج واضح، كنت منا يديها كعبرة كي يكون الرد. نشكرك عزيز محمد، في الحقيقة تسمى يجن الرد المستوى ثاري ذا الصاف، تسمى برمدي بلا الألفاظ تصفوغ النيثني دوينات ما يميتش من قاع عزيز محمد. نشنيري فيه مربيين أخلاقيين دوينات ما يمي الحراكة وانيتا ذوا إجان الحراكة عزيز محمد. مين يعني الحراك؟ ذي الأخلاق، وهذا يجل مبدأ ذي المبادئ الحراكة عزيز محمد. نعم، ليش يعني؟ يعني تغمش أني تشك الرد اللغة تسمى الأخلاق، الأخلاق المنطق، ذي المنطق ذي مين زي ديارنت تسمى الميساج عزيز محمد قد يصنيوض مليون ذي مياه ما يمس في حياة ثانيتين بفضل الأحرار تقسن إزام عزيز محمد في حياة ثانيتين ما يمي إجن صفحة وذي سبو تسمى بالنفاق وذي سبو ويناث تسوارخ خلف قراق الظلم خميس الشعب تسمى عزيز محمد يقارش انفصاليين نشين تسوارخ الشعب مكمر أميش تغد تقن الصناديد النغل الأبرياء إجن خذي السجون ذي الحار تغد تسوارن الشعب أمن نكمر عزيز محمد. يعني الكلمة نين انفصاليين أكل عليه الظهر وشرب يك عزيز محمد نيشان. يعني ذو الرد خوا مقام أبو طالب رسالة قصفوض ما يمي خمي يطرح المباشر يتقوى ضصن من يقوى ذيس بشك عزيز محمد نغي عزن مش نغي سنجيبو الحساب المباشرة وانيتين ما نيش نقاك وسنجيبو الحساب ولك تيني عزيز محمد أش يحفظ الله تعالى من ذي تسامح هذا نرحغى نقطة ثنقاروت ما يمي الرد ذي تقيد عزيز محمد نورمال أن اكتفى ما يمي أثلجت صدورنا بهذا الرد عزيز محمد ولك تيني عزيز محمد مروخش كثاخ شيء الطاس ستم غادي تشد تسمى مش داش نغا عزيز محمد نشزقو ذا النين إيش تحتارمان إخف عزيز ما يمي إنسان مخلص ذي نير بعض المسائل تعجبين نشك كريم ممنوس أتشذ الرأي النش ذي شان النقاط ذي شان المسألة تسمى ذي جن الشرف إنشاء عزيز محمد. عزيز محمد مش نغ نقطة ثانكاروت
كسنا يا عذان ذي الجمعة اتصل الزاير اجن الامام سانيتين زكج المسجد عز محمد اتصل كذي ما من كذي اتصل في الحقيقة عز ومثنى عيسى اجن التحية ومثنى عيسى اجن التحية تسمى الطمقران دي الانسان وانيتين يعني ومثنى عيسى انتزي الاوائل اكف التصلة اذا سنير او الدقة اتصل الزاير اجن الامام سانيتين زي هولندا زي اوتريخت ذانيتين من بعد نشوات قرشار رد عاذ ولكن عاذ دسن إجن يومين نغوينات أدفغ من النس التفاصيل ومثلا عيسى إقا تسمى الرد النس أعزي محمد إفغد إجن ذرفقي يتزرج مسامحة أو الدير مراث خصم شان الحلول أذير غنشد الوساط باش أنسبد منايا إقارة يا عزي محمد قد تشغش الوعد باللي دراري نيوثن ذير حبس أطفغن تسمى عم قريب إقارة تشغش الوعد إقارة ينش قد تقغمنا يازع مقاوة جيس كايتشاني الجن غويناث مانا يتقغنش كمتطوع تسمى إقيم إقارة خفي ذي نشان تصوراتين عزي محمد قال الله ذويناث تمسرين يعني نشمانا يزريغ استعمالي ثواها يعني عزي محمد خمي غثا في الشك إجن ذ الإمام اتصل داكي ذي إقارش قود دين عزونا في الحلي مانايا أنقل وسطا ذويناث أولا عزي محمد عام عسنين شين صغيو ذي الشارع العائلة المعتقلين سنتا مارا ذويناث عما سوى ذي كشل الإمام نخشان إجل المسؤولين أذي شيني قا أنا عزو أنا في الحل أنا في ويناث ثانيا عزي محمد نشين وغانغ مين كين غيق الوسطة حد وغانغ مين كيف غيقيم حد ونخسنا ذي قشان الحل قذيني أثباب النز ذي السجون وقتار عزي محمد عزي محمد الخوري ميديكاج الإمام مواز قومي ثوق الواقع عني ندينبوس تنين وتريخت خمي غثاف ذيج الإمام إقارش نازو أنسب الدمانايا أذيريغ ذيج الوسط مارث خسم ستا ما عزي محمد اذا نخفو شدشك اذا نخف حلل شوي المسألة يا ثانيتين مش يحلل ومثنى عيسى يشاء الرأي نزدي منايا اذا يحفظ الله تعالى ومثنى عيسى ستا ما غرشك عزي محمد اذا نخف شوي التحليل اذا نخفو شد الرأي نش ذي منايا عزي محمد تفضل حاول قاك يتسمى قاك سامحي انش جنت ومات كيف عرفت امام شوف هذاك السيد اتصل بيا بالوجه ديالو وعطاني السميه ديالو و السميه ديال هذاك المسجد يعني هو امام مليون في المية في ايام المقبله القليله ان شاء الله اللي كان ضروره احكام سجلت هذاك الكلام اللي كان كيقول لي وان شاء الله هاد الايام المقبله القليله غادي نخرج بمزيد المعلومات تفضل اخويا عزي محمد قاكي تما زيدي بودرخبات تما قاكي الاتصال السيدة وانيتين قاكي نشيني تما قاكي القراءين والبسيطة جدا مع تما كل الاحترام وتقدير السيدة وانيتين قاكي بدا نشيني زما قاكي سنين شي وورد عفان ميزين شيني وان اخلاقيين والشعر نشين دائما الانسانية ميمجي كيشو مكان ولكن بمجرد ما اتصلت تما قاك الامام وانيتين من المسجد اذين يا ودي قايخ الصغاد نيري تما قاك جن الوساطه جات كنيو يتسمى السينغمي كذو يقصد ذمي كذ النظني على اساس يتسمى قاك باش تحل المشكله وانيتين قاك شي يمكن غادي نين الاشارات اولا ديني المعطى ثابت المعطى الثابت من عنا ان نشي نسن يعني بعد ما يوقع نط التهجير الآباء نا تسمى زقي بعد يتسمى قاك المجزرة تسمى الإجرام يعني غير مخزن نوانيتين 58-56 يعني سنوات لاحقا قاك يوقع التهجير يعني وتحديدا زقي 1963 والدة كيس الآباء نا يتسمى قاك يوقع التهجير لأن قاك المنطقة محاصرة المجزرية يوقع الجوع إلى آخره دورنا نحيته ومن بعد نتقاك المغرب سيخ فين صديق الاتفاقية ذاك الدول الأوروبية يتسمى قاك باش دي صدى إرفينا نحيته دي مزهورة
ولكن قاعك تسمى انضيض فعجة وهو قاعك تسمى الوقت النيرة ذايني مقال نظامي كالسي ويداديين ولكتينين شين السن أن الأذرع يتسمى قاعك النظام الدكتاتوري المجرم غازنت الأذرع كيروبا والأذرع هنا تمثلند أولا القنصليات اللي هي أوكار يتسمى قاعك التجسس وثانيا يظهر لاحقا أنها أيضا أوكار يتسمى قاعك لتفخيخ موسقان الإرهاب ومنايا ذي قاعك دين حجج ودلائل وأحداث يتسمى تأكد المنايا وذي المساجد أن المساجد دانيتين يتسمى قاعك أوروبا يقع صند الاختراق من طرف يتسمى قاعك الاستخبارات المخزنية فقل حقا غي إذا كايد منايا غادو مات كريم سجن تصريح إليه في تسمى قاعك قونة الحراك ذو ما تناصر زفزافي مكتسمينش دائما الناشط الميداني البارز والكاريزمي الحقيقي إن ديج نورا غي جواور قاعك إريت وجهي في تسمى قاعك إروف ريفي الشتات ذاك أوروبا قاعك عظم إجل القوف زانيتي ذاك كوح أدعقه يعني تسري غير بعض الدومات يعني تيني تسمى زقاري فني غداني تين سوار القناخ الجالية النغريفية كأوروبا مصطلح واني تينا يثما يخسى أن دقق المصطلح في النغم ليح لأن نشي نهارا عن الصراع أك النظام المركزي وعلى رأسه النظام الدكتاتوري المجرم يعني قاعد يتمارس يتسمى غيج النوع أن التزوير للتزييف الحقيقة الثقافة ولكن يخصنا شنو نطيحشي كيستياقين يخصنا شنو نأصل الثقافة الممانعة والأصلية كالحقيقة نشنو نجيبو الجالية نشنين الجذق النثنين لافتات كيش عن ستة عن سبعة مرحبا بجاليتنا نشينا قنغذانيتين مهجرون يتسمى على مختلف الدول ذانيتين كأوروبا غير نشينا نتسمى غير فينا المصطلح الدقيق والصحيح ريفيو الشتات هذا المصطلح يخصني غنستعمل لان غنظن تين صراع ايضا زق الجانب النظري تعلقني تسمى بالجانب الثقافي وهو يتسمى قاعك خصنا نصل الثقافه النو وانسن المصطلحات الدقيقه غنستخدم اذا قاويج القوس مزيان وها ادعقه اذا نمشي نسن يتسمى قاعك اينات المساجد قاعك يقع صند الاختراق من طرف يتسمى قاعك العقل الاستخباراتي المخزني وير وخا ني يوم اثنغنا ساقا هنا بهاد النقطه يا ثانيتين انك الامام يتسمى قاعك ناس التكوين كويثار المغرب كونت يعني تكوين مخابراتي يتسدانيتين اوروبا يتسمى قاعك يذكر الامام يعني اذا بدعيتني هذا الجاب يتكطابوش يعني يعتلي المنبر ويعني يتكلم ويتحدث في الدين ولكن تلقى الجوهري انسان يتسمى قاعك مخبر يعني كيف يعقل يتسمى قاعك الانسان اتلفت شغل المسجد المساجد لله يعني تمارس دين يتسمى قاعك الطقوس والشعائر الدينيه يعني كل ما هو له علاقه بما هو روحي سماوي تسد شك يتسمى تفديج الامام يتسمى يتلفك شي المواضيع يتسمى قاعك السياسه الحقيقه ويستدفك الدين يتسمى أمير المؤمنين ولا قاعك أمير المجرمين قل الحقيقة واش من أمير المؤمنين ويتسمى الدعاء يتسمى قاعك قاعك الإله نسن اثنين اللي هو على شكل إنسان فقاعك الحقيقة ذنيت المسائل لا تستقيم إطلاقا فيتسمى قاعك نشينا ممكن السن سرع قرن البسيط وتسمى نشي تسمى يمسر من غانغ يتسمى الدين يعني الدين البسيط الشعب يا انت من الزاوس ان الانسان هم غايا حمزي ذا يتسمى يتحيد يتقل واجبين الدين يتفاشر ان ذا مزيد ذا وجوينج المكان يتسمى قاعك الصارف ما هو سياسي وسين يروخ ثني يتسمى غايث مثلا قاريف ومي قاعك مثلا نصايح يتسمى قاعك هذي حتى شخ الامام نيني قيدي يقاذي اني خطفة يتسمى قاعك خطفة سياسية بامتياز إيه قاعك وذن ذي نرى قطعا يتسمى قاعك الحقيقة المساجد فقل الحقيقة يتسمى قاعك دعقبة باش وتفوق شيخ الموضوع عدومة كريم السؤال ينطرح هذا الروح السيدة واني تنهدي وخمتي التصلان واني تنهدي دفق شي يتسمى قاعك زغاسة ميوة عن طواعية واختيار قطعا لا واني يتسمى قاعك شو كنثيذ يتسمى أيادي أخرى مغاند مغاند سخصنته وهو يخرق قد السنم قمن يقو يطمغو
من أنا ياغي قويت مغوي وذانا أنا تونستي أنا ناغي وذانا يتسمى قاك تعرنا نغمام من الرأي المحلي والوطني إذن يتسمى قاك سورنس يتسمى قاك بذا الوسخ دي مسرين يتعلق نتسمى قاك حقوق الإنسان دي مسرين يتعلق نتسمى الحقوق المدنية الشعارات نسن مزيفة نخسين اثنين الديمقراطية العهد الجديد مهم تقاك يتسمى الشلضياقات فالحراك ذا قد يسبورا أيضا تغدي ساهم يتسمى قاك تعريات يتسمى قاك الشعارات الثلاثين المزيفة وقاك يتسمى قاك أذياوض قاك الدرابية ضوضا تحت المساجد المساجد يتسمى تنضوض يتسمى قاك نار أو لهيب الحراك ما رخص ذاتيني وثين دي ديخر خرس ديخر نشي نزاغي جل العدد دي وذاني تسمى قاك إلى توقع عند مثلا مرنسير هولندا نشح ضاغي لجا شاهد وعيان قيش مسيرة قاك دوقع قد ديناخ فون داكي دينا ذيني تسمى قاك إشي بانيين مساكن ديري فيين النوم غان غاون ما عجي 70 سنة 75 سنة قاك غاسنا رحيا نظام قران ينيرا تنينجي المساجد ولكن هاو ميرا تفانو مثلا غناصا يتسمى السور داكي سنس المازيخ نتفهمان يتسمى اللغه اللي نتفهمان وفينا ان من دي قاصد اللي تسمى هوني قاف الحقيقه الناصعه فقاه يفاس نغابور وقاه يتسمى فونت جيم زيداوي وحاليا قاه يجن عدد ديو ذا يتسمى ما خصداتيني يوقع يجن نوع التمرد خل مزيداوي فينا لان غوفين دي تسمى قاه يوهان ان ذا مزيدا وتنكاشيس الدورين الحقيقي وهو غن قاه ايادي الاستخبارات المخزنيه يتسمى غازي النفوس كيف يعقل تعقر رجل ورا عدم من يجند مزيد هذا عزم غير وزن ظلمة ما نحيد راح نقول تسمى قاكس غير بخبزو ما تسير الدين شك عالم اليوطي فوق المسجد يتسمى قاك ثاني تنوتيق بلا عقل ومنطق يعني يتسمى قاك ما هو سياسي بما هو ديني ولكن شين قاك ثاقو ذا نتفاجئ شي لأن اثنين باسم الدين يتسمى قاك يتفن قاك في ثرني وني يعني الدين وهو تسمى ذي الجوبيلا يتسمى قاك رطق زنخ سن اثنين باش يتسمى قاك سوق قاك المغالطة انسان ودوم يتسمى قاك العرش انسان يتسمى ركواسي انسان الله باش هذيني باش يتسمى قيم العرش هذي دوم منايا إذن السيدة وانيتين سقاد انثيد وانيتين سقاد انثيد بعد أن قاك نار الحراك بدأت قاك يتسمى تسخماضي تنس كل شيء لأن كل شيء من يتسمى قاك يرتمى في منظومة الفساد وفي منظومة الاستبداد قاك أكيد يتسمى حق الحراك وانيتين ولأن قاك الحراك سيخفين يتسمى قاك الخلخل سواء البنية تسمى قاك سياسية النغة تسمى الثقافية النغة قاك الروحية أيضا يتسمى قاك في ثلاثة وانيتين يزعزعت قي الحقيقة ويحكميت ويوذن أين تحس أن قاك أقاثن قيج الورطة حاليا أقاثن قيج الورطة الطمقرند إذن يتسمى قاه ونيتين سعان ثيث أننا سيحقا تصل سيو ذان الني على أساس يحقا ربما غا تراجعان ربما غي تسمى قاه تسبدن يتسمى الاحتجاج الإنسان وانشين قاه يتسمى ذاكم نيني وذاكم نأكد وقسما يتسمى بدماء الشهداء وقسما مرة أخرى بآلام ودموع أمهاتنا وأمهات المعتقلين السياسيين وقسما بآلام وجراح وعذابات معتقلين السياسيين في قبور الموت في سجون الجلاد أننا لن نتراجع ولن نكل ولن ننين ولن نستكين سنبقى هكذا نزلزل شوارع هنا في أوروبا وحينما أخشمي غتكمل جائحة ثانية كورونا قاعد نعقب عاودة يتسمى الوقفات غا القنصليات وفي ثار أنكثف يتسمى قاعد الوقفات النغ أمام القنصليات وفي ثار وذاني تنجم المعلومة أخويا كريم قاعد تنسنتش ولكن تنشع كيت مثلا غنضني تبعان وميرانتك الأشكال اني قاعد الوقفات غا القنصل أوتريخت إلا سورنا كذا نظني المواطنين دي هولنديين سورنا كذا نصور كذا قاكس المواطنين الهولنديين قانا تسمى نشمائز تسمى زق القنصلية ثانيتين إلى درجة يجي هولنديين إنك تسمى قاك العالمين وين قيت إنك هاخذ وقاك زي طلعاني تسمى العمل الإجرامي إني روخ إني ومش غاجي في نشاكة وكتن وش مثلا كريمة قاك تسعاني نمي قاك مسكينين
يريني عاديني نقلع عكس الناس كني وثق من الجرائم مني ثني ونهاو مخصن طلع الاثنين يخرق كيف يعقل من يغي توقعي تسمى ذاني تنقي البلد نغو قي الحيمين تعيش نشنين إذن أن قاعه تسمى الزمرة نيني تسمى ذني قي القنصوني وعلى رأسي من القنصون أوتريخت إذن أن يغي تسمى قاعه ديج الوصمة عار يعني غاصن التمثيلية نسن الدبلوماسية قيج البلد ديمقراطي يحترم يتسمى قاعه حقوق الإنسان حق التظاهر إلى آخره تسن دينا غي تسمى قاعه الشث الناس المنين قي زيرو فقاك قانك كيف يعقل منايا غي تسمى مدقني وذنينا فمن ينشي نسجيث قاعه سقي المواطنين يولندين ديني تعيشن هاك ديني موثقين بالفيديو إذن هاك شينا مثنين قن ذمنا يتسمى قاعه ثني عر النهارة وهو أن سوءاتهم بدأت تنكشف أمام الرأي المحلي والوطني وانشي يتسمى قاعه الأحرار نجن يتسمى صادقين ثابتين نجن يتسمى متمسكين لحد الآن بجمرة الحراك الحارقة لينا عاد لحد الآن يتسمى قاعك مرمي بس الحسن الفرصة قاعك دهوان غالميادين أدهوان يتسمى ذلك الوقفات ذلك المسيرات الثانية وغايجيكس أي شك مغا لأن القضية النرشين قضية الحراك الشعبي القضية تسمى عادلة مشروعة قاعك ناصعة وجي تسمى قاعك ويخصها يتطولا أن قاعك النظام والدكتاتي المجرم إذن التغيير جاني تسمى قاعك على خطأ وإذن التغيير تسمى قاعك يجين قراءات وتقديرات خاطئة فليجني اليوم الشوك لأن من يزرع الشوك من يزرع الشوك سيحصد الشوك فهذه تقبل التغيير تسمى قاعك العقبات تسمى العقبات مسقى الارتدادات الحراك الشعبين الأحرار ذاني تيني تسمى قاعك الدياسبورا إذن كخلاصة يا أخويا كريم نشيني وهنا ينا ينا فقط مساكن يعني أزلام ضحايا النظام الدكتاتوري المجرم ينا سيخ فنصن ضحايا إذن شنين كيف يعقل قاعه تسمى مثلا كني وتحت قمة نكسيدة ونيتي المسكين لا حول له ولا قوة يصيو ضغم وفارنوها شين الصراع النغي تسمى قاعه الصراع يمغى الصراع عقثي تسمى قاعه المجرم الأول والرئيسي وهو محمد السادس لأن باسمه يتسمى قاعه تم سيسمين سيتسمى قاعه قتورتك من الجرائم اللي وقعن في المنطقة نعرف السورة بالخصوص تسمى خلحيراك سيسمين سنتاغ يعزين ذوهين سيسمين سنتاغ يقوكاني ثمثنا تسمى سجيرث سيسمين سنتاغ يزورن المحاضر سيسمين سنتاغ يقتوعد تسمى عدمنا يثمثنا وسيسمين سنتاغ يتوصدان الأحكام وسيس من سنتا كتعد في النهار يتمثل غير تسمى قزنازين إذن شي الصراع الناق المجرمة وانيتين وجي شي تسمى أك الضحايا هنا شي نتعاطف أك الضحايا هنا فقط النصيحة عند سنغانوش وهو بدث شوية يخفنكم غث يجن القراءة يجن النقد ذاتي يخفنكم واش أبريد النميك ذكوام يتسمى غشهم يصفاني غلا ويا حسرته وانيتين عد الإمام ربما يعني حامل القرآن وحامل كلام الله فإخصغتني الكلمة الحق أيها الإمام يعني وخّتني الكلمة حق عند سلطان جائر لأن أميركم هذا ذنتغي تسمى قاعه استغل الدين وش حق البسطاء حق الأبرياء حق الفقراء وينهب الثروات نسن أقف نهار السفر يتنطغى بنما سويسرا باريس غيصر غيصر تسمى غير قصاف يصر غير يختاف يصر تسمى غير تيارات غير ساعة مليون يورو الشعب يتسمى مسكين قدين قاعه قتن روحه فارغ يوضن يقيثن الجوع الحقرة التهميش القمع إذن أقغى أسي الإمام من فضلك إن أردت أن تقول كلمة حق فقل فقط ما قال الله وهو أن تسمى قاعه الظلم أن الله سبحانه وتعالى يحارم الظلم فاشك مثلا استوراخ ظلم وانيتين لا شيء لا أقل ولا أكثر هذا كيستغنجك السيدة وانيتين وشحف الله تعالى عز محمد بارك الله فيك مجلس النغ مجلس النغية ثمثنغ تصويت ثمثنغ تسمى واسم قبور حساب اللقاء أوانيتين ولك تيني نجزقو ذا النغ تسمى يتعجيبا مرضي النشان تمسرين باش عز محمد ذي يشر رأي المس مش النغ يجمنا ذم تسمى غاسمين غيني ذي تمسرين يعيش تمسرين
تما نتشكر عزيز محمد مجددا مع العلم من هي وتحجب الشكر وإنما من هي ذي الواجب يثمد سويثما تما نتقذك النواطاس نتقذ عزيز محمد في الحقيقة عزيز محمد يصدغج المهمة النغني خستنك تخصى زير بحا غير نيش أنا أخويا كريم ما رسم حد يقفر ما تكمر قطع غوار لأن ذي نيش نقطة تاكو حيا يرتوخت قاكرا نسيور تسمح المساجد ثاني تين لاتصال نندي غرفقية وانيتين ولكن الزغة تربط عقيش الأوديو مال في ديوكا سيد النات وقيلا نيج العضو نيج المسجد قي بلجيك تسمى قاك يجن الفضيحة يجن العار يتسمى وغازبوماس هارا تسمى قاك يعني خزاشك المساجد بنين او بالخصوص يتسمى خزاشك المساجد نشاموك السنغداق اوروبا قاك ثمانين قيمية بدن خسني ريفيين ذي ريفيين يثن دي بنان كسن دين عاشي زي جيب نسن دين عاشي ندي دي نسن افغنا بارا راح نجمع نتين عاشين الى خيري يتسمى قاك باش تقن المساجد من حيت غزة جن الدن الشاعر نسن الدينية انقارو تاوين الامام يتسمى قاك مهم السوالي جملي صنظن الى يهوم نهارا يفض وانيتين يطلب اصني قارص المرا خصها تسمى الزجمة تسمى 50 يورو ذني كحد يقارك 100 يورو خزا تسمى قاك يا التجار يا التجار قدين نهارا تسمى غارينا نغينا أني عيشي تسمى قاك محاكم تفتيش ريت جن دانيتين سائدة قي القرون الوسطى تمارسة الكنيسة دانيتين يعني حتى تختسد يتسمى عادي يمكن هذاك حقا شي المسائل وذي جن العار يتسمى قاك هذي قيم لا يمحى في جبين هؤلاء وانش قاك يتسمى وتقرا للنداء لا دعاء ولكن يريفيا بالخصوص يريفيا تريفيين يعني نجن تسمى قاك ذي حراكيين السيور نق ويا ويا السيور نق الوالدين سن السيور نق الامهات سن السيور اكيث ما سن سويت ما سن المقاطعه للمساجد هنا المقاطعه الشامله خصها هي يقع نوع من التمرد في المساجد هنا الصلاه قدو درينكم هي صلاه نور على نور لا يهم من حيت غزاج ذا صاحبي الزج قد الدعثين الزج قد شوم كان مرضويج الزج قد تموبين الى اخره واش يتسمى حتى الدرجه يا باش تحت الزج يتسمى تحت 60 عاشين وبالخصوص يتسمى قاع المرض وانيتين يتسمى كوفيد 19 وانيتين يتسمى الاجرام قال الحقيقه ليس له مثيل قاع من هي كي سنتوجه يا عز محمد مع العلم ومثنغ عيسى راس عده مباشرات يسور خد كان التجار ندينا عز محمد مع الاسف الشديد تسمى نشي المساجد بناثن الوالدين بناثن سيدي نسن تسن تيران دي سميخ شنو غنغبو المشكلة كرحيو ذاك المساجد أبدا شنو غنغبو المشكلة عزيز محمد مين قان ديني داخل وش الحمد لله عزيز محمد واش تواليد شكل خمانية تحيت يتعارض بفضل الله سبحانه وتعالى يتحيف طح ديوارنا ميم مش نذا عزيز محمد عدة مباشرات وقع القرصنة ودي الحذار ثم الحذار زي التجارة الدينينا والخو الحمد لله خميسي دار بالعالمين يعماثن يقارص فغف تعطين عاشين استغل في وذان دوينات وجبوا ذوذي جن الدليل عزيز محمد خميت وغنقار نيشان وانيتين جن نوعا العقوبة غي تسمى قاك ذو سيد صغال حراك العظيم ثاني جن العقوبة غي تسمى قاك يتقثنتي تسمى قاك الحراك لأن الحراك يتسمى غي يفض من أجل كلمة الحق وانشي نسنن قاك الرسالة الجوهرية قاك الدين وهو غي تسمى نصرة الإنسان الضعيف يعني قاعه تسمى تندت الظلم الاستكبار الجبروت وتسمى قاعه الدافعة الحقوق الفقراء المساكين ولكن يناغو تمعريس نشي منايا لأن أفهم من شي تسمى قاعه جوهر رسالة الدين لأن الجوهر تسمى رسالة الدين مع العلم شي نجي شي والله اختصاص نغني الميدان ولكن على الأقل نفهم بعد شي حاجة أن الجوهر رسالة الدين وهو يسيدي تسمى قاعه وحدانية الله وخدمة الإنسان أي لمسريت لم تخدم الإنسان تضر الإنسان ليس وجبو الدين وني أبدا أبدا إذن هنا قاك يتسمى وضن الزكسن يتسمى فرضني جنوعا ضريبة ما رخصت تسمي التجنوعا ضريبة ما رخصت أحد الزجل فيتسمى قاك وذن قطعا هذا قطعا يتسمى المساجد هنا
ما زارني شي المسجد تما سطو الامامين سي تما على الطريق الصحيح تما قاك يتأدى الواجبين سوا هو تما ايصال رساله الدين المضمونين سي تما قاك الروحي فهذا حنا تزجن ديني ولكن نوعا المسجد هنا يخص صندوق على المقاطعه بشكل تام واكيد تما الحقيقه أمكن غير جيني سواء القنصلية هنا المساجد هنا نجن غير تفوت نسندك المنظومة المخزنية يتسمى العافينة المتعفينة يخصص ان يوقع يتسمى قاك الإقصاء نهائيا. يعني عايز محمد مخصش يعني خو من دي من دين ونفض فيديو مثلا رب العالمين يعني عايز محمد هو ديج المثل وها يعني من يجكتار فهمت ما وجبو وديج المثل ضام الزيان قد توقع عندي النكتار عزي محمد ديني مساكين ثيم غارين غي تشنت الدوبات تشنت ديني ربعاضنا يثمثن تصوباستان أخمي تصوباستان نيشان الجيوش 500 قارس لا ذو شغارف لا ذو شغارفين مع العلم عزي محمد رخاب بنذ مريخ سثيق غنغطاس ني بوبريثين غنغطاس ديني وذن مرات تن مره وتتن يعني الاولياء والاولويات توري غي بوبريثنا عزيز عزيز نيشان لان قاك الصراحه قاك ثني تسمى استغلن المساجد هنا اولا لاغراض تسمى قاك شخصيا في اويه وثانيا تسمى خدمه تسمى قاك سيدهم ونشين قاهم وذاك النغمادة مش نيري فين بالخصوص الثورة داخلي في النطريفيين يتسمم وذاك نشير نومن سجن نوع الإسلام اللي هو يتسمى دين بسيط باطي الدين يتسمى قاهم الشعب عادي هو ولكن استغل ان يتسمى قاهم البساطة يوذينا وتسمى قاهم تقنزك سن التجارة الحقيقة شحال عندهم غارين قاك شين سنيت شي طون دن غدي تسمى قاك ووار القصه الى غيره ديما غادي مساكن كسندي الذهب انسان كسندي دي دبليجيين انسان كسندي التنعاشي انسان يتسمى قاك فارغن يتسمى قي المساجد ما يسكن التنعاشي ما يسكن واش يقاحد شي البحث يقاحد شي التحقيق ما يسكن التنعاشي قاد السند الزريغي جن فيديو يوقع كبريد امام انا اني قاك اف يا اخي تنعاشي يجمعني جن ورا كي جن الجيرت وصاحبي تسمى الامام جمع الناس 60 مليون 30 مليون 30 الف اورو 50 الف اورو قد جيرت 27 يتسمى يجي الامام بشر وهو يخدم يتخرس واش جمع شكلين عاشين من يعني وانيتين ويريفيين ويريفيين فاقه فكاز قيدس وحافظ 12 نخوم غثر خي قيداوا نخوم ذي مزهوره ثم قاك مرادين نيشين مساعده ساعد ثيثمتكم المحتاجين البسطاني الجن قاريف ديني وذا المحتاجين فقراء بسطاء ديني ميغاس كم دين عاشين ديني ميغاس كم مثلا الزكاة ثين 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 أمو كنا غي جينيش قاهو شين مسائلا الدين قاهو جيشي لاختصاصنا ولكن ديني مسرين قل واقع المعاش نتوارثند ايه وقيم شي المساجد ثين غاشكم يستغل يتفض ديني جنتي السور جنان وور اللغة العربية غي قاهو وغي غصن وغي غصن غي صغي جن مترو نتنان مترو كي جنث الدوا خي شكون تسيب ما زين دين عاشين اين الصغيت شاك نان ميتونين ثلاثة ميتو كي جنث اين الصغيت شاك تسمى قاعد يعني شنو على الشرك بالله عزي محمد واه تسمى غير سنت بنادم مني يوشاني غوايوشي ما ذي راح ما هو يطرح غير جن اي قاك تسمى جن الاجرام كي الحقيقه واسطه شي وماشي تسمى قاك ولكن قاك بفضل الحراك يجي العادات دي وذان تولد كي الواقع يجي العادات دي وذان يجي فاقان يجي العادات دي وذان يتسمى قاك يجي بدنا كي خفنسن كي إعادة نظر وتسمى قاك إلى درجة نزغيت مثلا غي تسمى قاك وخيت راح الزاج مثلا قاك يتقلي انتباه يرفقيني من دغيني مالنا الدين شي وورو تجيه وني قاك السهوام في السنة زلمين برني قاك يتسمى سكمس كذوات أغارة لأنه إني خدم يتخرس هادي ساخني صارف نشي ديني المواقف تسمى غاصين العلاقه بما هو سياسي قاك هادي يخدم الاجنده نسيدس ابدا اريفيا اللي خصها غير فكان وهاد كان زكيدوس وهاد تحمل المسؤوليه نسن لان التغيير يبدا دي تسمى زكي الفرد اولا وزكي الفرد ثم زكي الذات وخاذي ينطلق وهكذا خصها تحملت المسؤوليه لنا سكول شي دنا كوريج يتسمى زكي رقمتينز هاد مانايا عايز محمد باش واخا تكتاك شاش يحفظ الله تعالى اول كي الشيء قطاس وفي الحقيقه وزيت نسخي شاي ثم تعاود تسمى تقال مواضيع مهمين شكا عزيز محمد قليل ماني ان شاء الله يفاض اما تسمى الاغلبيه شك تخدم ديال الكوالي ساتي دنيني ميني تجينا عزيز محمد ومره مره نزاريه ويا تسمى
نهار ثيو سيد غا اوتريخت من من ديت نغدي تس من من غاتو سيد عايز محمد جمعنا الاخوة رهمنا الريف وثوسي تخرج المهمة نتا تجي الناس نعاون صحيح صحيح ما يجن انسان غيور خف ما تنصب بعنا المعنى الكلمة عايز محمد الله يكثر من من مثالك عايز محمد النغ اشو شغ عايز محمد بعجالة تسمى باش وخشتك تاخشا عادة تنفذ عادشان 140 كيلومتر نوبريد تسمى ديجن الشارف مسكن عايز محمد يوضاني سبحان الله وخا المئات المليونات الكيلومترات يروح يزواري يوي على حسب كلمة الحق امنو زدي الجن تسمى ديجن الشارف نتقاد عايز محمد وقشت عز ذا عزي محمد رادك النواية ثمار رادك والله إلا يوذانا مو مشاك تشنان غلقوا الحمد لله عزي محمد بن ذمي تمشاوارك يا ويا تيم سرينا مخصني رين شنيري في نغا عزي محمد ضروري بن ذمي نظازية يا ويا نهار يمكن غاني غجل اختلاف فهم الزيان في وشا تسمى مش لقاء انفزة يا ويا وانسخ جي يا ويا عزي محمد تسمى ذكريت قنقطة يا أخويا كريم تشكاشي تسمى قاك يرحقوا وري النيل قاهني جواري تسريغاس تسريغاس مثلا بزاف ديث مثلا صويت مثلا إقاراك وما خريفي أشي غز أشي فز وشي سغد جاي قل حقيقة تسمى وخا ذاور المصطلح ويخسك سنك إعادة النظر لأن مردو سيدي تسمى قاك غيث فزاد إذن صغري يا إحساني ماذا غيث جدت عدابق فمن ملا أكيد أن يعني قاعدة سنة الكون في الحياة لأنه خط طبيعة تسمك تسمى التنوع الاختلاف إلى آخره وما بالك الإنسان ولكن من الجن مهم وهو دائما يتسمى قاعدة الساس قرع قرينس الجانب الأخلاقي ذي السلوك لأن فينا قاعدة قيم إنسانية مهمة بزاف وتقع المعيار الذي يقاس به الإنسان يعني السلوك ويناس المعاملة ويناس ممكن تعملي وذان إلى آخره فأكيد رقاك شندي وذاني تسمى ضعفة أنزلق شندي وراء غني نجوا وشي وورد عفان أنخذ غير حق نشي ومثنا وشمثنا ولكن رقاك شندي أنا مرنش خذي غاك حد قاك أعتذر تسمى مباشرة ولكن من أياغي تسمى قاك يخصوي قيم شي يقزق نغن شنين شين دائما تسمى قاك ذو مثلا أن تسمحك ويويا قاك نترفع يتسمى قاك مرادين شين الاختلافات شين حاجة زاثمية وتجيبوا المشكل ومسقان اللقاء وانتين بكل صراحة أخويا كريم قاك وسن يشيبوا حساب يوسيد بشكل عفوي يعني ونيث قاك تسمى قاك المرضى وانتين جائحة كورونا قاك فرض خنغي جنوان الحصار فقاك الناس عن طريق يتسمى المباشر عبر القناتين في المحترمة أخويا كريم الناس نمصوض شوي قاك نمصوض أقيت مثنى سويت مثنى يتم الأصدقاء أن قاك المقربين قاك تسمى كيس نتواصل شوية سجن الصوت الناغي إلى آخره فتشكاك سوز زفرة تشكاك ويا كريم المحاولة قاك نديد رغم تسمى قاك وانت من ناغي تسمى قاك يتمثنى سويت مثنى المزيد من المثابرة المزيد من الصمود المزيد من الثبات وأنني على يقين أن تسمى قاك الانتصار قادم لا محال له لأن ثموني قانس عارف عارف وانيتين تسمى قاك هندي تسمى قاك دول استعمالية كبرى غزونا ثنغندك جمانداس فأكيد تسمى قاك مدام أولا نختج الولد على زدعه وذغ مدام غانغ ديني أبطال تسمى قيقي وراء القضوان ولكن يوذني تسمى قاك زقي جنطينا فولادهم لا يلين ذوينا تسمى الأملنا ذينا تسمى قاك المستقبل نعرف ذينا قاك تسمى وذين يجي وغي تفوضا تسمى ذي مسريت الحراك إلا قاك الرقم وانتين صعب إمي قان ناصر الزبزاوي نبيل أحمجيق محمد الحاكم محمد جلول الرقم وانتين الرباعي الخماسية وانتين وذين يجي وذين غي تجوز إني غي يزوثني سكشي أشوغ زيس مرضي إني حد يزو ذيك شين محاولة فتسمى قاك المآلين الأكيدة ذيريد الفشل إذن حذاري تسمى قاك ذياد في حد قيشين اللعبة مزورة إني غشين مخطط تسمى قاك ضعفن شحف الله تعالى عزي محمد ليشن مجددا والله منسخة زي الحوار زيك عزي محمد ليشن إنسان تسمى زقومي دي بذا الحراك ذا أوروبا بعدها صور شخصيا من زراك عزي محمد خميت وانتك شل أشكال نضالية باري هولندا شل المسيران شل باري هولندا
طوانت قيج نطوبيس سانيتا تكلف قيج نطوبيس باش انا حنشاش ديش المسيرة باري هولندا طوا عزي محمد نتاد العائلة الناس اللي حنجاري مزيانا زي الاوائل يتوا دي التصالن ثم تكاريم تفاي قداني مشان تفاي تما مش نغيي ثم تسوي ثم الحركة وانيتين مش ان عزي محمد والله الا يعرن ام العائلة تما نتحب يا يوانش عزي محمد نغو مثلا عيساني بزاف النشطاء ذي ثماثنا تغا وان السيناوية تغا نتارج بفضل اي ثماثنا يتجن عاد تما وقينا الزنزن اي ثماثسن وقينا الزنزن الشرف نيريفيين سوار خيث مثلا غي تجن دير حبس تما اينا الشرف من غي ثماثسو ثما ميمي سفاق نيريفيين دانيتا قبر الحراك تغا النظام يان المخزن طويت كذاين ماشي خصتو نرهاك شنت مسرين نغني ولكن تاني الحمد لله سقام يدي وصل حركه وانيتين فاما ماشي نعزي محمد فاما ذي البدايه الحمد لله تما وطاس نيث مثلا كسن الحاجز الخوف ما بينهم عبد الضعيف وانيتا عزي محمد ومثلا عيسى وطاس نيث مثلا تسنت كاد سوارن بحثن تاوين سوعا نيثماثن غيري فيين تسمى كسن الخوف يعني ان شاء الله خميد غاثيس اجن الوقت اذي توكس الخوف اوانيتين مارة ميمي مش نقارع عزي محمد اول نرحق نغر حق اديس اجن الوقت اذي انتصار اذي انتصار ذمانا يزيد تأمن الاحرار ومن قاكوشي الفضل زمانا يا ذيثماثن اجن دي السجون الظل والعار يعني مش ان عزي محمد نشين وخاف تسلم دكينا انقيم المساواة نيخثان نيخثي مسرعين نشين قار اغيمي اك الدراري نشين واما الجنود الدراري يعني ذانيتين ذاذي اوروبا فهمم يعني درجة زينة الاشكال النضالية ايدي تسنت ممي وانقيم شنت قد الاعلام نيغان السيور واتحي مثافم المباشر يشعر تسمى ذمانايا كإشارة يعني من ترأيث مثلا غاقين ديني عاد دير حبس عاد تعدى بنت ديني عاد تزامي كمان هنا عيث مسوي ثما أكن يحفظ الله تعالى قادر كني وطاس أكن يحفظ الله تعالى نشين تسمى دقان الرد القنصلية ثاني نغ الضحايا هنا محمد السادس قان عاش طفلان دويناث نشين قان الرد كور حاج ثما يمي بلاد ما راقت خرح كايات ما تسوي ثما مار من خصن غنغرد النام داو الدقة قطع طرق ذوينات تمسرايين نمشي نتقاس ند فيديوات نساوار نتقاس ند الحجاج عزي محمد قديش نرد ذي المستوى تسمى خنو ميقان ابو طاهر الاحرضي احرضان احرضان تسمى اي ثما تسوي ثما لكن يحفظ الله تعالى الصمود ثم الصمود بنادم ولا بد مريض رر منكار اخسينها ما يمي تسجن الوقت نهار كان غذا في الشوان تريشا اللهم بنادم اذن سا كلمة الحق اذن هاخر موكا مش الدين رجدود النغ كين عذان لكن يحفظ الله تعالى يا ثمات سوي ثما بارك الله فيكم في الحقيقة وزو من سخيشا ثم نشين تقدني تتيت المجهودات النغ ونفرض ايج نحاش شنو مثلا نغذو تشماثنا نسفع الرقية ويا نتويد المصادر نفتح النظامات ويناث الحمد لله من يقوى مليح أخمي غا تحضر الجائحة يا كورونا مش إنا عزي محمد الأحرى نشن قد خارس انت قد تنسيقا كيث مثلا غذي أوروبا أم تكمر تسمى من يا ويتبدي من مي يجدي جن الجيل إنا ثوري خر حق النغ و ذو المجازيري في قيم دير جدود النغ ذو الوالد النغ ونشين كمهجارين إثما سوي ثما مش ذو مني والله ما نسخ الزيوم لكن يحفظ الله تعالى بارك الله فيكم الأغلبية نيثمثنا غذادي تقعد ومفصل زفزاف في حانين بوعن المجموعة نيثمثنا والله لا نذور أم العائلة شاء من شاء أب من أب ومنايا وستعجب شار مخزن خميت وراء إلي في نمونا كتاخمين تكشى المباشر نيثمثنا تبارتاجان تقن التفاعل تسمى منايا وستعجب بوير مخزن يعني نشينا يثمث سويثما أنراح مين يتشوك كان الغرب مين يتشوك كان المخزن ومن واسي تعجب المخزن ثمانا يني إخساني أثما تسوي ثما أكن يحفظ الله تعالى أمر قنغ إن شاء الله ذي مين يودسن مين من قارن أمر قنغ ذي مين يودسن مين ترى الدراري أقين دير حبس
يعني أمر قيمة إن شاء الله 2 مينوت أيوزيك نيو أيوزيك نيو.